ما تطولش في الزياره ولازم تكون الجزمه نظيفه وانتوا داخلين البيت. في رايك ايه هو اتيكيت الزياره في فصل الشتاء؟ المفروض يعني الناس بتكون تعبانه في ترويق الشقه والمسح والحاجات دي، فالمفروض ما يدخلش بالجزم خالص. ابتدي ان انا اهتم بالنظافه بتاعت نظافه لبسي، نظافه الشوز بتاعي، كل الحاجات دي عشان ما اخشش حتى المكان يبقى الناس مقفوله مني او حاسه ان انا تقيله عليهم. هي بتروح بميعاد وبتمشي بميعاد، ولازم تكون الهدوم تكون نظيفه والجزمه اكيد لازم تكون نظيفه. بس ان احنا ما نطولش برضو في الزياره وتكون الجزمه بتاعتنا نظيفه ونروح بدري ونرجع من عند الناس بدري وما نقعدش كتير. بس هو المفروض اصلا الزياره ما تطولش، ولازم ان هي اصلا نقلع الجزمه، ولازم الميعاد اللي هو اصلا يبقى محدد اللي احنا ما نطولش عند الناس عشان ما نزعجهمش يعني وكده. قبل ما ادخل البيت الجزم لانه الشتاء وكده، ف تنظيف بره ويعني نخلعها بره، الجاكيتات والكلام ده. اتيكيت الزياره في العام انك تروح باذن وانك ما تطولش، ودلوقتي احنا اتعلمنا بعد الكورونا ان الناس بتقلع الجزمه بره. يعني الحقيقه احنا لازم ما نطولش في الزياره سواء صيف او شتاء، والشوز بتاعنا يبقى نظيف. المفروض لما اي حد يجي يزور حد يبقى الموضوع كده، لان بالذات في الشتاء الناس معظم الناس تحب تقعد في البيت او لو بتنتخ وبتاع. في فصل الشتاء لو هو فعلا في مطره بره وفي ناس مجهزه مكان لان هي تقلع الشوز، لازم نقلع الشوز قبل ما نخش. طبعا بالنسبه لي اهم حاجه، ودي انا كست بيت موسوسه، انا بكره جدا ان حد يدخل عندي بالشوز سواء في الصيف او في الشتاء. فانا بالنسبه لي اهم حاجه طبعا مع تراب الشتاء والمطر والطينه، فطبعا اهم حاجه ان اي حد يقلع الشوز بتاعته على الباب. اولا لازم يبقى في تليفون طبعا للاول، لان ساعات الواحد بيقعد براحته في البيت وكده بيبقى اشياءه متنطوره، دي حاجه. حاجه تانية يعني لازم يكون الشوز بتاعه طبعا نظيف، هو من نفسه حب يقلعه، دي حاجه تفضل منه جميل قوي يعني. بس لان ساعات في بيبقى حد بيصلي حد كده، وبعدين الشارع ما يتضمنش. بتصل اتصال تليفوني قبل ما اروح الزياره، بشوف وقتهم يسمح او لا على حسب البيت والطقوس. يعني مثلا انا في الشتاء وماشيه في الشارع والشوزه بتاعتي مش كويسه مثلا، شيء طبيعي انا لازم اقلع الشوزه عند الباب على حسب تقاليد وعادات البيت. تمام، زي ما بيقولوا يا بخت من زار وخفف. اكيد برضو ان احنا ما نطولش في الزياره، وفي نفس الوقت برضو لازم نراعي النظافه، دي اهم حاجه يعني، وبالاخص عشان الفيروس اللي طالع جديد طول الوقت كل شويه بيحصل حاجات، لازم نراعي موضوع النظافه باستمرار يعني.